هنا في بلدة كفر كلا الحدودية مع فلسطين المحتلة، معالم لا تخفى، البلدة التي تقع في مقابل مواقع جيش الاحتلال، فرضت الجغرافيا مشاركتها في جبهات الإسناد لفلسطين وشعبها بعد عملية طوفان الأقصى. من قدام موقع المطلة حننتصر بإذن الله. بيتي بنص كفر كلا، الله لا يرد فديهم فديهم، الله لا يردوا. نحن بكفر كلا مقابل المطل ومسكف عام، نحن اللي ما منخاف، هيدا بيتنا، فدا الجنوب، فدا الشباب، لأنه نحن خلقنا بهالأرض وحنضلنا ندافع عنها لآخر لحظة بحياتنا. أشهر من أن تعرف، هذه هي بوابة فاطمة الحدودية، أحد أبرز معالم البلدة، تقع مباشرة بموازاة الجدار الفاصل مع الأراضي المحتلة، أضحت اليوم رمزاً لانتصار المقاومة على الاحتلال بعد أن امتلأت شاشات التلفزة بصور الجنود الإسرائيليين وهم يفرون مذعورين في هذه الأرض بعد احتلال دام 22 سنة. طبعاً بوابة انتصار خليناهم يعملوا جدار، نحن هي بوابة الكرامة، هي بوابة الشرف، هي أكثر من رمز، هي قلب الوطن النابض، بوابة فاطمة. في الجهة المقابلة تقع مستوطنة المطلي التي باتت هدفاً مستمراً للمقاومة الإسلامية وفيها إصابات محكمة، فالقدرة على التدمير ما عادت من طرف واحد بعد أن أفقد الاحتلال بعدوانه الأمان في بيوت الجنوبيين. نجحت المقاومة في أن تنتزع من المستوطنين أمنهم، وأثبتت أن المعادلات ترسم بالقوة وبالقوة فقط. صامدون بأرضنا نحن، ونحن أم المقاومة بالجنوب. إذا دمروا البيت من نرجع من عمره، كل ما إني دمروا كل ما نحن من عمر. لو بتقصفنا من مسكف عام مش بتقلك من المطلة حضلني هون. آلة الحرب الإسرائيلية تتعمد قتل الحياة هنا في كفر كلا لتجبر السكان على المغادرة، لكن أهل هذه الأرض يعودون فوراً عند كل فرصة، تأكيداً لتمسكهم بها وإيماناً منهم بأن الوعد هو النصر المؤكد. فاطمة فتوني، بلدة كفر كلا الحدودية، جنوب لبنان، الميادين.